مسائل الملحة للأجندة العالمية وانتبذل الآراء حول تعاون دول البريكس في الساحة الدولية بما فيها تسوية النزاعات الإقليمية الحادة، ونناقش كذلك تنفيذ القرارين المهمة للقمة السابقة في يوهانسبورغ، وأولها تعميق التعامل المالي في إطار بريكس، وموضوع الثاني أن توسيع اللاحق لمجموعتنا. وبلا شك لا نقدر إهمال الاهتمام غير مسبوق من دول الجنوب وشرق العالم لتقوية الاتصالات مع البريكس، وكان هو غير صحيح، وهناك أكثر من 30 دولة عبرت عن سعيها للانضمام إلى البريكس. وعلينا الحفاظ على التوازن وعدم منح انخفاض فعالية البريكس. وفي يوهانسبورغ اتفقنا على بلورة المواصفات لصنف الدول الشركاء للمجموع وتشكيل القائمة من الدول قد تحصل على مثل هذه الصفة. ومن المهم تثبيت قراراتنا في الإعلان الكازان الختامي. إذا ليس هناك أي معنى فيما يخص الأجندة، أنا أعلن اجتماع القمة المصاحر منفتحا يعني وافتتاح الاجتماع، ونعول أنا عمل بناء والمثمر ومناقشة جميع المسائل للتعاون. واسمحوا لي حسب النظام الموجود كرئيس في اجتماعنا في هذا العام أن ألقي الكلمة، وأرجوكم الحفاظ على النظام المحدد 7 دقائق لكل الكلمة إذا ليس هناك مانع. شكرا لكم. يا قادة الدول المحترمين، سيدات والسادة، أصدقائنا الأعزاء، نحن جميع شهداء لتنمية ديناميكية للبريكس وتقوية سمعتها ونفوذها في الشؤون الدولية. إن الدول الأعضاء في المجموعة تمتلك قدرات سياسية والاقتصادية والعلمية والفنية والبشرية جبارة في الحقيقة، وتجمعنا القيم المشتركة والرؤية المشتركة. ويكون صحيح القول أن البريكس تجمع الدول مثل التفكير، الدول السيادية تمثل القارات المختلفة ونموذج التنمية المختلفة والأديان والحضارات والثقافات، وكل دولنا تدعم المساواة وحسن الجوار والاحترام المتبادل، وعلى الحفاظ على القيم العالية للصداقة والوفاق وعلى الرفاهية والتقادم للجميع. ونحن ليس في الأقوال ولكن في الأفعال تعمل بالمسؤولية على مستقبل العالم، ونساهم في تسوية القضايا الحادة العالمية في مجال الأمن والسلام العالمي. وهذا مضمون النهج الاستراتيجي للبريكس على الساحة الدولية، يعني تلبي الطموحات وتطلعات الجزء الأساسي للمجتمع الدولي، ما يسمى بأغلبية دولية. ونشاهد الآن